هنا إذاعة لبنان. أعزائي المستمعين، مع كل طلعة صباح ومع كل إشراقة شمس يطل علينا عبر إذاعة لبنان ومنذ عشرات السنين صوت ملائكي يطربنا ويحلق بنا إلى الأجواء. إنه صوت السيدة فيروز. صباح ومساء شي ما بينتسى، تركت الحب أخذت الأسى. صباح ومساء شي ما بينتسى، تركت الحب وأخذت الأسى. شو بدي دور لشو عم دور على غيره، في ناس كتير لكن بصير ما في غيره. شو بدي دور لشو عم دور اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى.